أينما كنتم وتكونوا أرحب بكم أحبتي وسادتي المشاهدين الكرام مشاهدي مجموعة قنوات كربلاء الفضائية، وأهلا بكم بهذه التغطية الحية المباشرة من المحور الجنوبي وبالتحديد من محافظة البصرة. حياكم الله أحبتي وسادتي المشاهدين الكرام بهذه التغطية الخاصة والحلقة الخاصة بذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. أعظم الله لنا ولكم الأجر بهذه الفاجعة الأليمة، فاجعة الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه الأخيار. جعلنا الله وإياكم من السائرين والثابتين في خط الحسين وفي نهج الحسين عليه السلام. سادتي الأحبة، من خلال تواجدنا بالمحور الجنوبي وبالتحديد يعني الآن نتواجد عند قضاء القرنة في محافظة البصرة، نلتقي بهذه الحلقة وبهذه التغطية الخاصة مع ممثل المرجعية الدينية العليا في قضاء القرنة سماحة الشيخ الدكتور أسعد المياحي. فباسمكم أحبتي وسادتي المشاهدين الكرام نرحب بضيف هذه الحلقة ضيفا عزيزا. سماحة الشيخ، السلام عليكم وأعظم الله لنا ولكم الأجر إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل، حفظكم الله. سماحة الشيخ، نتحدث فيما يخص العمل وهذا العمل المهم في مسير الأربعين، وهو التكليف من قبل التبليغ الديني والمبلغين والمبلغات الدينيات. هذا أمر ضروري ومهم جدا أن يتواجد في طريق الزائرين المتوجهين صوب كربلاء المقدسة. نتحدث عن هذا المشروع وعمر المشروع، الإدارة لهذا المشروع، كيف تم التخطيط لهذا المشروع؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، واللعن الدائم المغلظ على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، صدق الله العلي العظيم. وقال الرسول الكريم صلى الله عليه وآله، حسين مني وأنا من حسين. وقال كذلك، وهذا موجود في صحيح مسلم، قال الرسول صلى الله عليه وآله، إنه عندما عرج بي إلى السماء رأيت مكتوبا على ساق العرش إن الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. بداية أرحب أجل الترحيب بقناة كربلاء الفضائية وكادرها الموقر إن شاء الله تعالى، أهلا وسهلا ومرحبا. وحقيقة أشكر هذه الجهود الكبيرة العظيمة التي تبذل في سبيل تغطية مسيرة زوار الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. بداية أستاذ العزيز، عمر هذا المشروع الآن شارف على 11 سنة، 11 سنة ما شاء الله تقريبا، يعني هذه السنة 11 من عمر هذا المشروع المبارك. يضم هذا المشروع 2500 مبلغ. جميل. يقفون في أيام التبليغ من منطقة الفاو إلى أقصى نقطة في محافظة البصرة. هذا العدد خاص فقط في محافظة البصرة؟ لا، هذا عدد المشروع بأكمله. جميل. الخاص، العدد الخاص في محافظة البصرة، وما يعني يقارب 2500. جميل. 1500 مبلغة. نعم. في هذا المشروع المبارك. نعم. في محافظة البصرة ما يقارب تقريبا 12 محور، وكل محور يضم حسب نسبة المنطقة. نعم. وسكانها تقريبا، يعني البصرة لها السهم الأكبر في هذا الشأن، لأنها نفوسها واسعة ورقعتها كذلك واسعة،
وانطلاقة هذه المسيرة تبدأ منها. لها أهمية قصوى في هذا المجال، ولمسنا كذلك ونقل إلى مسامعي أنه كثير من المحافظات فضلاً عن بقية الدول يأتون إلى 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 منطقة الفاو، إلى محافظة الفاو، إلى قضاء الفاو العفو، يسموها نقطة البداية. في مسير من البحر من البحر إلى النهر. فصارت نقطة انطلاقة، صارت يعني اكتسبت أهميتها من هذا الشأن. جميل. فهذا يعني عمر المشروع وعدد المبلغين والمبلغات. دعني أذكر كذلك نشاطات هذا المشروع. سمحت شيخ، قبل لا نتحدث عن النشاط، نتحدث عن الإدارة لهذا المشروع. الإدارة، الإدارة تكون من النجف الأشرف، الإدارة فرعية من محافظة البصرة، أو تكون من قضاء القرنة، كونكم يعني ممثل مرجعية في قضاء القرنة. بل الإدارة في هذا الشأن إدارة ثلة من الأساتذة المبرزين في النجف الأشرف من الحوزة العلمية. أنشئ هذا المشروع المبارك، أنشئ هذا المشروع أساتذة، وأخص بالذكر سماحة الأستاذ الكبير السيد أحمد الأشكوري. دام موفقا، هو يعني صاحب الشأن في هذا المشروع، ويساعده بعض العلماء والأساتذة والفضلاء من الطلبة، طلبة الحوزة العلمية. جميل. وكل محافظة فيها محاور، وهذه المحاور توزع على كل الطريق الذي يمر به زوار الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، يمرون به، موزعة بتوزيع دقيق جدا ونسب يعني تناسب وشأن هذه المحافظة أو هذا القضاء أو هذه الناحية. جميل. على طول الطريق ممتدة، ويعني قلت لك هذه الخطوط مثلا من الفاو إلى كربلاء، من ديالة إلى كربلاء، من كركوك إلى كربلاء، من النجف الأشرف إلى كربلاء، من واسط إلى كربلاء، من بغداد إلى كربلاء. كل هذه المشرف على المشروع عنده العدد المناسب ومعلومات كافية في هذا الصدد. إذن هي إدارة مركزية، مركزية في النجف الأشرف. رؤساء محاور، وبعد ذلك مبلغين. رئيس المحور عنده مبلغين تحت إشرافه. جميل. يوجههم. نحن الآن في قضاء القرنة مثلا، في قضاء القرنة عندنا يعني خادمكم رئيس محور. يوميا أخرج من بداية محوري إلى نهايته، إلى أين أصل مثلا. أزور المبلغين. ويعني هم حقيقة يبذلون الجهد الكبير من الصباح إلى المساء، جلوس في المواكب في خدمة الزائرين. جميل. في خدمة الزائرين. نعم. جميل. سمعت شيخ، تحدثت فيما يخص التوزيع الجغرافي للمبلغين والمبلغات، ومشكورين أكيد. لربما تحدث بهذا التوزيع الجغرافي هو ما قبل زيارة الأربعين، أو الرسم لخط زيارة الأربعين. بودي أن أتحدث أو نتحدث عن كيفية التوزيع أو آلية التوزيع للمبلغين والمبلغات في هذه الأيام، في أيام المشي إلى كربلاء. نعم. كيف تكون؟ في هذه الأيام، أيام المسير للزائرين، يعني المبلغ يتخذ موكب من المواكب. مرة يكون الموكب هو له، ومرة لا، لمنطقته وكل المنطقة يعني عرف، باعتبار أحدنا يعرف الثاني. نحن أبناء منطقة واحدة. فيجلس هذا المبلغ أو هذه المبلغة، والذي عنده سؤال أو عنده استفسار يأتي إليه ويسأله. وزائد على هذا، شاهدت بعض المبلغين عنده سماعة وجهاز، وهم يسيرون يبلغ الأحكام الشرعية. ويبلغ التعاليم والأخلاق وما ينبغي إيصاله إلى الزائر الكريم.
يعني توجيهات مناسبة تتناسب وشأن الزائر والزائرة، وكله يصب في استتباب واستتمام هذه الزيارة، أن تكون في أرقى مستوياتها في كل النواحي. ولفت نظري حقيقة عندما أسير أنه مسألة النظافة. النظافة، تعرف الزوار الذين يمشون مئات الآلاف إذا لم نقل ملايين، هناك في كربلاء يصبحون ملايين، ولكن على الشارع المبارك مئات الآلاف يوميا بسبب كثرة المحاور، كثرة المحاور وشدة الزحام. لابد أن هناك يعني تصير أنقاض أو بعض الـ يعني الذي ما يفضل منهم. فنرى صاحب الموكب يحرص الحرص الشديد البالغ أن لا يكون الشارع يعني مملوء بالأنقاض أو كذا. الشارع نظيف بفضل الله سبحانه وتعالى، واعتبروها مفردة من مفردات عملهم، مسألة التنظيف والحرص على نظافة الشارع. وأيضا هذا اللي ربما يكون جزء من عمل أو مهام المبلغ في نشر وتوعية الزائر بالمحافظة فعلا على النظافة وإدامة فعلا النظافة، وهي جزء من ثقافة ومبادئ الإمام الحسين عليه السلام التي جاء بها إلى كربلاء. الآن بودي أن أتحدث عن آلية العمل للمبلغين والمبلغات، النشاطات التي يقدموها في طريق الزائرين. نتكلم نشاطات العمل بصورة عامة أول مرة، يعني بشكل هرمي. من نشاطات هذا المشروع المبارك يقام مهرجان قبل البدء بزيارة الإمام الحسين في النجف الأشرف، يحضره لربما مرجع من مراجع الدين ومجتهدين، ويطرحون في محاضراتهم بداية إلى المبلغين بأنه هذه المسيرة الله سبحانه وتعالى حبى المسلمين بصورة عامة وأتباع أمير المؤمنين بصورة خاصة بهذه المسيرة. حباهم، ونستطيع أن نقول شرفهم حقيقة، شرفهم بهذه المسيرة المعطاة. من جديد حياكم الله أحبتي وسادتي المشاهدين الأحبة، نعتذر لهذا الخلل الفني. مرة أخرى أرحب بضيف هذه الحلقة سماحة الشيخ الدكتور أسعد المياحي، ممثل المرجعية الدينية العليا في محافظة البصرة وبالتحديد في قضاء القرنة. مرة أخرى حياكم الله سماحة الشيخ. الله يحييكم إن شاء الله. الله يحفظكم ويحرسكم إن شاء الله. تحدثنا قبل الخلل الفني عن النشاطات أو آلية العمل للمبلغين، نكمل ما بدأنا به. نشاطات هذا المشروع المبارك، يعني بعد أيام الغدير وقرب حلول شهر محرم الحرام، يقام هناك مهرجان في النجف الأشرف، قلنا يحضره فضلاء الحوزة العلمية ولربما مجتهدين، يطرحون ويوجهون المبلغين وما ينبغي عمله في هذه المسيرة المعطاة. من نشاطات هذا المشروع تبليغ الأحكام الشرعية للزائر عن طريق المبلغين وعن طريق المحاور التي يعني مستمرة في كل محافظة وفي كل مكان، يبلغون الأحكام الشرعية. تعرف
المكلف عندما يخرج مثلا من البصرة متجها إلى كربلاء راح يقطع مسافات، هو ناوي السفر، نعم، فعليه قصر الصلاة. منهم من يكون كثير السفر، نعم، ومنهم من يكون يعني ليس كثير السفر، منهم من له مقر عمل. كل هذه المسائل تحتاج إلى أحكام شرعية يعطونها إلى الزائرين، نعم، كي وهم في طريقهم يؤدون عباداتهم بصورة صحيحة. يعني تعليم الأحكام الشرعية. بعد من نشاطات المشروع تقريبا 1500 محطة يعلمون الزائرين، يعلمون زوار الإمام الحسين كيفية القراءة الصحيحة للفاتحة. جميل. يجلسون ويقرؤون أمامهم سورة الفاتحة. سمح الشيخ، يصححون قراءتهم. نعم، هي فقط سورة الفاتحة المباركة أم بقية الصور، مثلا قصار الصور أو الصور التي يحتاجها الزائر؟ كل الصور مهمة، ولكن الأهم عندنا حديث يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. نعم. يعني الصلاة بفاتحة الكتاب. نعم. بها أحكام، وهي تقريب متقومة القراءة بها. فيركزون على قراءة الفاتحة وقراءة الإخلاص، لأن عادة المصلي هو يقرأ الفاتحة والإخلاص. جميل. فنشوف نلاحظ في الطريق التركيز على هذا من المبلغين، من أصحاب القرآن الكريم، من نشاطات هذا المشروع المبارك. جميل. من نشاطات هذا المشروع المبارك إقامة صلاة جماعة موحدة في قريب 40 على طريق كربلاء نجف، صلاة موحدة تكون يعطى. وين يكون مكان هذا الصلاة؟ الصلاة الموحدة الطريق بأسره، تنظيم يعني بطريقة منظمة. نعم. وكيفية خاصة مرتبة تقام صلاة الجماعة يعني قبل يوم 40. قبل يوم 40. جميل. هاي من نشاطات كذلك هذا المشروع المبارك. جميل. من نشاطات هذا المشروع المبارك ذكرت كذلك أنت يعني الحث على توعية الزائرين بصورة عامة. ولمسنا هذا الشيء مثلا من خلال هذه التوعية، شاركت الكوادر الطبية في مسألة يعني إعطاء الدواء، زرق الأبار. من بركات هذا المشروع وتوعية المبلغين شارك بعض الحرفيين في هذه المسيرة. قرأت يعني أكثر من محطة كاتب على الموكب، موكب صغير لإصلاح أحذية الزائرين. نعم. لإصلاح العربات. لإصلاح العربات. نعم. هذا نتج بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الوعي الذي زرقه المبلغون في أذهان الزائرين، وأخذوا يعني يتفننون في مسألة العبادة. جميل. ومسألة الزيارة ومسألة الخدمة. طيب. بلي. أستاذنا العزيز، بالنسبة إلى 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 الزائرين مثلا، سألت بعض الأخوة، قلت لهم الآن عندما نسير صباحا مثلا أرى أعداد هائلة. أصحاب المواكب يقولون كل هذه الأعداد هي يعني غذائهم مرتب ومبيتهم مرتب وخدمتهم في أعلى المستويات. طيب. بفضل الله سبحانه. سمحت شيخ، نتحدث فيما يخص الأوقات لتواجد المبلغين والمبلغات. نعم. هذا أمر في غاية الأهمية. بلي. كي يعرفه المشاهدون والزائرون المتوجهون إلى كربلاء. أوقات التواجد. نعم. لديهم كل الوقت متواجدون في المحطات أم تكون هنالك. نعم. أوقات متباينة ومتفاوتة؟ يعني الآن تعرف أن الوقت حار. نعم. الصيف لاهب حقيقة. في وقت الظهر يتوقفون هم الزوار يتوقفون، فشاهدت المبلغين بوقت مبكر الساعة 6 صباحا إلى وقت متأخر من الليل إلى أن تنتهي المسيرة. نعم. هم باقون لأن أكلهم موجود وكل ما يحتاجونه في الموكب، وهي منطقتهم، أهل منطقة يعني بيوتهم قريبة. فهذه الأيام
السبعة أو الثمانية تقريبا عندنا في هذه المنطقة. نعم. تمر مواكب الزوار والحشود، نرى المبلغين والمبلغات يبذلون الجهد الكبير الواسع ليل نهار متواصل في خدمة الزائرين. جميل. إذن بالبارت الأول من هذه الحلقة، شكرا لك سماحة الله يحفظك إن شاء الله، كنت ضيفا عزيزا إن شاء الله بالجزء الأول من هذه الحلقة إن شاء الله ويسددكم إن شاء الله. شكرا. الله يحرسكم ويحفظكم. شكرا. إذن حياكم الله. شكرا لسماحة الشيخ الدكتور أسعد المياحي ممثل المرجعية الدينية في قضاء القرنة. أحبتي وسادتي المشاهدين الكرام، نذهب إلى فاصل ولا زالت تغطيتنا مستمرة ومتواصلة، وأيضا حلقتنا الخاصة ببارت آخر. الآن أذهب إلى الزميل أنمار الفضلي كي نتعرف أكثر على أجواء طريق الزائرين وما يحمل معه من رسائل ولقاءات مع الزائرين الوافدين صوب كربلاء المقدسة. ابقوا معنا سادتي الأحبة. شكرا للزميل منير الفتلاوي، مستمرين معكم مشاهدينا الأعزاء مشاهدي قناة كربلاء الفضائية بهذه التغطية الخاصة من محور محافظة البصرة مدينة الفيحاء مدينة الشهداء صوب مدينة كربلاء المقدسة والمتجهين صوب مدينة كربلاء المقدسة. في الحقيقة في هذا الوقت الحشود المليونية تتوافد على محور محافظة البصرة وبالتحديد من قضاء القرنة اللي سوف يتوجهون إلى مدينة كربلاء المقدسة. وأكثر راح نطلع المشاهد الكريم عن لقائنا مع الزائرين وخدام الإمام الحسين عليهم أفضل الصلاة والسلام اللي استضافوا الزائرين وقدموا كل ما يستطيعون خدمة لزوار الإمام الحسين. حجينا عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى أربعينية الإمام الحسين، يعني الخدمات اللي تقدمونها مستمرة إلى الزائرين الكرام، وأكيد أنتم مستمرين بخدماتكم إلى أن ينتهي آخر زائر من محافظة البصرة. حيل الله. بسم الله الرحمن الرحيم، افلح من صلى على محمد وآل محمد. خدمة المواكب الحسينية بقضاء القرنة من يوم 25 عاشور نهاية المشاية أخوي، خدمة مستمرة ليلا مع نهارا، أكل وشرب ومنام وكل الوسائل الراحة الموجودة. احنا اليوم شفناك حجي انه انت تعذب بالزوار، وانه ايضا وصلت بك مرحلة انه تتوسل بالزائر على مود يزور بيتك، شنو هذا السر اللي خلاك انه بهذا العمر الكبير انه تجي للزائر في سبيل انه يجي يمكم في البيت حتى تخدمونه؟ الخدمة الخاطر الحسين ابو عبد الله، نريد الشفاعة من عنده والستير ويحفظ البلد هذا. يعني انتم كم سنه صار لكم بهذه الخدمه؟ وايضا انت يعني بهذا العمر وشاهدناك انه ايضا تتوسل في الاطفال انه يزوروا. احنا مستمرين ما قبل السقوط. بس كان ماكو هيك يعني مشهور على الشارع والهاي بالبيوت بالحسينيات اخوي من جو عام 2003. و2003 استمرنا نخدم هنا والنوب ننتقل الى كربلاء. حجي شعورك وانت تشوف اخر زائر في قضاء القرنه وانه فرغت القرنة من الزائرين، شنو يتمالكك من شعور؟ يعني نتكدر. الله وكيلك، الشارع وحش، احنا نظل واحد يباوع للثاني ونظل منا لو ما نتلقى زائر نركض عليه ركض، اخير زائر والله العظيم نركض عليه ركض. بعد ان تكملون خدمتكم في قضاء القرنة تتوجهون لكربلاء؟ كربلاء موكبنا يم بشارع الشهداء غاد من قراج الاحياء. اليوم حجي انه يمكن اني او انت او اي مواطن انه اذا يجي ضيف غير ايام عاشور او محرم يوم يومين تمل من هذا الضيف، لكن شنو السر انه في زياره الاربعين والعاشر انه تتمنى ان الزار يبقى عندك 10-15 يوم وما تمل؟ خدمه ابو عبد الله ما تنمل حتى للنهايه، تتعب تلطم يعني حتى لو توقف ليل مع نهار 20 يوم شهر ما يهمك، خاطر ابو عبد الله الحسين. حج احنا يعني قاعد التقي بك واشوف الدمعه بين عيونك انه هذا كله انه تتمنى ان تسجل اسمك في سجل الزهراء وفي سجل خدام الامام الحسين. وبس الله واهل البيت هم الحافظين هذا البلد، ماكو غير هذه الخدمه وانت في هذا العمر ومنطاك الطاقه والقوه والعزيمه والثبات في سبيل خدمه الامام الحسين. ان شاء الله والله يدومكم ان بهاي الفضائيه وهاي القناه الطيبه
ويحفظكم وخدمة الزوار، والله يحفظكم إن شاء الله ويوصلكم لأهلكم سالمين غانمين. بارك الله فيك. يعني مشاهدين الأعزاء، مثل ما سمعتوا إلى الحجي أنه في هذا العمر وجميع أهالي قضاء القرنة وجميع المواطنين، جميع أصحاب المواكب الحسينية يبذلون ما يستطيعون من أجل راحة الزائر. لا ننسى أيضا دور القوات الأمنية والحشد الشعبي اللي سهروا الليل مع النهار من أجل توفير الأمن إلى الزائرين، ونطمئن جميع القادمين والوافدين إلى محافظة البصرة اللي راح يتجهون إلى محافظة الناصرية ومن ثم إلى محافظة كربلاء، أنه الأوضاع الأمنية مستقرة، الجانب الأمني مسيطر عليها من قبل أبطال القوات الأمنية من الجيش والشرطة والحشد الشعبي وجميع الأجهزة الأمنية، وأيضا الدوائر الخدمية اللي لا ننسى دورها في محافظة البصرة وتحديدا في قضاء القرنة اللي يسهرون الليل مع النهار من أجل راحة الزائر، وأيضا من أجل أنه يسجل أسمائهم في سجل خدام الإمام الحسين. وأيضا الزائرين الكرام اللي يحملون الأماني والتحايا والتبريكات إلى قضاء القرنة، وأكيد يحملون الكثير من الأمنيات، سيضعون هذه الأمنيات في صحن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، سيضعون هذه الأمنيات ويتمنون من الباري عز وجل أن يحقق هذه الأمنيات تحت قبة الإمام الحسين. أيضا معنا خادم آخر وزائر آخر، عظم الله أجورنا وأجوركم بهذه الخدمة، وبارك الله بكم والله يساعدكم على الخدمة في سبيل أبا عبد الله الحسين. عظم الله أجورنا وأجوركم، وأول شيء طبعا نتقدم بالشكر لكم، لأن صراحة الكوادر تعبانة واقفة من الصبح لليل يعني، فالحمد لله والشكر يعني. احنا نسأل الله أن يوفق هاي الناس اللي صراحة بادية من 24 ساعة بالخدمة ومتوفرة، والحمد لله والشكر يعني. نحب نطمن الجميع، الوضع آمن والطريق مستمر يعني، يبقون الناس للصبح أغلب الناس جاي تمشي، والحمد لله والشكر يعني. كافة الخدمات متوفرة من قبل الناس يعني، وجبات الفطور مستمرين إن شاء الله. الآخر زائر في قضاء القرن، الحمد لله والشكر يعني، تقريبا يعني آخر زائر يوم، تقريبا آخر زائر هنا يوم 7/0 تقريبا، أغلب الزوار تنتقل المن الى قضاء العفو الى قضاء تشبايش يعني محافظة الناصرية. تقريبا الناس باقية يعني، هذه المواكب هتشوف يعني باقية ومستمرة لحد آخر زائر موجود يعني. حتى الناس اكو تعرف بعض الزوار يبقون متأخرين، فتبقى الناس هنا يعني مثل ما تقول ما تعرف، مستمرين ماكو تعب او ضجورة يعني من الزائر. بالعكس الناس يعني اصلا مستأنسة بخدمة الزوار، لا اكو لا يعني تعب ولا هذه، بالعكس يعني الناس صراحة بدلها هذه المسيرة الزود، وهذا الوقت بعد يكون ازود يعني او اطول العفو. وايضا يعني احنا لمسنا عندكم انه انتم تسابقون من اجل، مو فقط انتم، حتى الصغار اليوم شفنا الصغار والنساء تسابق من اجل خدمة الزائر. طبعا خدمة الإمام الحسين عليه السلام هي طريق إلى رب العالمين، والقرآن يقول هو تسابقوا إلى الخيرات، فهذه الخدمة يعني هي أوضح مثال لمن وأصدق يعني مثال عن الخيرات. فالناس الحمد لله والشكر بالعكس جاي تسابق في تقديم خدمة الإمام الحسين عليه السلام. تشوف الطفل الصغير يعني، الإنسان الكبير، الشباب، النساء، يعني كلها جاي تخدم خدمة في سبيل زيارة الإمام يعني، وتكون بأبهى صورة وتنعك الصورة صراحة يعني مثل ما تقول لكل العالم، وتستمر هذه المسيرة إن شاء الله إلى يوم القيامة إن شاء الله. بارك الله بكم وعظم الله أجوركم. عظم الله أجورنا وأجوركم، ويعني نحب إحنا نقدم لكم صراحة الشكر على هذه الجهود المبذولة، ونقل رسالة الإمام الحسين عليه السلام إلى كل العالم. مشكورين، جزاكم الله خير. أيضا مشاهدين الأعزاء معنا أحد البراعم اللي راح يشارك ويانا بحلقتنا لهذا اليوم، عظم الله أجورنا وأجوركم عمو. شو تحب الشارك؟ بشعر علي الإمام العباس عليه السلام. تفضل. عندما جاء بالرؤوس إلى يزيد بن معاوية لعنة الله عليه، فظل يسأل هذا رأس من، لحد ما وصلنا إلى رأس منير كالقمر، فسأل هذا رأس من؟ فقالوا له هذا رأس العباس بن علي. فسأل الشمر يا شمر، فقال له يا شمر كيف كان قتالكم مع هذا الفارس؟ فقال له يا سيدي كشربة ماء. فسأل الآخر خولي، فقال يا خولي كيف كان قتالكم مع هذا الفارس؟ فقال له يا سيدي كأكلة طعام يا سيدي. فقال يا شبث كيف كان قتالكم مع هذا الفارس؟
كأكلة طعام. فلاحظ يزيد ابن معاوية لعنة الله عليه انه كل ما يحكي واحد من القادة فاكو واحد من الجنود يهز راسه هيك، فسأله قال لي ليش انت كل ما يحكي واحد من القادة تهز راسك؟ فقال لي تكلم، كيف كان قتالكم مع هذا الفارس؟ فقال يا سيدي اعطيني الامان وتكلم. فقال لك الامان، فكرر علي اعطيني الامان وتكلم. فقال لا، لك الامان من خليفة يزيد، تكلم. فقال انسحبنا من الحرب نمشي على طرف الروس، انسحبنا من الحرب نمشي على طرف الروس، القلق بينا مثل المعرسة مو باكر الكثرة. احنا نعم بس ترجع العباس راسك من تديره يعتبر طاير، نخلنا الجربة نخلنا الجربة بس ما وقع منها الماي، شابكت طفل نام بحضن عاجر، وطاوخنا الحسين عليه صرنا هلال، وقطعنا الماي عنه وما بقى حاير، ابتسم باوع علينا طلع العباس العباس الواحد وجيشك المتحاصر. نزل مثل المطر بالصحراء تختي الوين، تشرد من نمس يطلع لك باكر، نزل مثل العذاب الضرب قرية هود، ريح مصرصرة ونار وبرد شاهر، نزل يشبه علي كل غلطة بدماي، المستقبل صفن والماضع الحاضر، نزل بريائنا العلقم عسل ينضاق بالسابع بعدنا شلون بالعاشر، تتشون برمح بس دار وجه يزيد، وجا واحد دفعنا وواحد يخازر وواحد سحب خنجر وقف يم الباب وواحد سحب سيفه وبالعبا ساتر، شمر قال له اسكت خولي قال لي تموت، شبت قال لي كذب هالحكي ما صار، عود اقوالك وقول حجة وهم، وشفت عباس شارد يكسر الخاطر، شبث شبث عني كذب لا تحكي لا تقول لي شردت من الحرب وبحجة الصلي، سمع عباس نازل تيه الاذان اشهد ان ابو فاضل راح يصلي وسلامتكم. بارك الله بك. مشاهدينا الاعزاء، هذه براعم اللي تربوا على حب الامام الحسين واخيها بالفضل العباس عليه افضل الصلاه والسلام، بارك الله بهذه التربيه الصالحه، بارك الله بهذا الزرع اللي تربى واستسقى من ماء بالفضل العباس عليه افضل الصلاه والسلام، وان شاء الله يسجل في سجل خدمه الامام الحسين وفي سجل الامام القاسم عليه افضل الصلاه والسلام. مشاهدينا الاعزاء، بعد أن كنا وياكم بهذه اللقاءات، هذه عودة لتكملة الجزء الثاني مع الزميل منير الفتلاوي، فابقوا معنا.